بعد 7 سنوات أخيرا يمكنك أن تتصل بمن تحب عبر شبكة الاتصالات، وذلك من خلال شركة توركسيل التركية، إذ انتهت الشركة مؤخرا من تركيب أول برج للتغطية الخلوية في محافظة إدلب بعد تثبيت نقاط المراقبة بشكل كامل. حسن الحظ في المرحلة الأخيرة شبكة الاتصالات لتروكسيل وجدت في المنطقة، ومن إيجابيات هذه الشبكة أنها أصبح المتصل يستطيع الاتصال من أي مكان يريد في هذه المنطقة، حيث أن المتصل كان يريد مثلا أن يذهب إلى الحدود السورية التركية لإجراء أي مكالمة هاتفية عن طريق الشبكة التركية، بينما حاليا من هنا أو من أي مكان يريد يستطيع أن يتصل. موقع الصرمان الذي ثبتت به الشركة برجها الأول من أهم المواقع الاستراتيجية، لكونه يؤمن التغطية الخلوية للعديد من القرى والبلدات القريبة منه في الريف الجنوبي والشرقي وحتى الشمالي في إدلب. دخلت خدمة الإنترنت عبر تركيا إلى المناطق المحررة، ومؤخرا وبعد دخول النقاط التركية دخلت خدمة التغطية التركية التروكسيل. وفي اعتقادي لا يمكن الاستغناء عن خدمة الإنترنت إذا استقرت التغطية التركية، لأن التغطية التركية التروكسيل لا يمكن لجميع المستخدمين استخدامها بسبب غلاء أسعارها. يعني طبعا طبقة محدودة راح تستخدم التغطية بشكل دائم. معظم سكان المناطق التي تسيطر عليها فصائل المعارضة كانت تعتمد بشكل رئيسي على شبكات الانترنت الضوئية التركية، إلا أن للتغطية الخلوية إيجابيات أكبر بكثير، من ذلك سهولة التواصل بين الأهالي وتوافرها حتى خارج المدينة. إن كنت من سكان إدلب وريفها أصبح بإمكانك الاتصال واستخدام الانترنت من خلال توركسيل دون الحاجة لشبكات الانترنت الضوئية. أحمد أمين، تلفزيون سوريا، من ريف إدلب.